اهلا بكم مجددا. والى التفاصيل، عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اجتماعا مع لجنه الاستثمار والموارد برئاسه الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي السابق وبحضور ياسين منصور عضو مجلس اداره الاهلي السابق وعضو اللجنه. كما حضر ايضا جانبا من الاجتماع العمري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي امين الصندوق، واستعرض الخطيب مع اللجنه امكانيه الاستفاده من الحقوق التي منحها قانون الرياضه الجديد للانديه لانشاء شركات استثماريه والعمل على زياده موارد النادي من اتجاهات عديده، خاصة وأن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخا حافل بالبطولات والإنجازات يساعد كثيرا على نجاح مثل هذه الشركات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة الأهلي. أستاذ شريف أهلا بك. مساء الخير يا آية، تحياتي بيك ولجمهور ومشاهدي قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف تفاصيل الاجتماع بين الكابتن الخطيب ولجنة الاستثمار وما هي أبرز القرارات؟ هو الحقيقة أنت عارفة أنه منذ شهر تقريبا اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة الحقيقة لتنمية الموارد والاستثمار، أو على الأقل اختيار رئيسها اللي هو الدكتور فاروق العقدة، يعني قامة اقتصادية كبيرة جدا وأحد عشاق النادي الأهلي. والحقيقه انه السيد المحافظ فاروق العقده عكف خلال الفتره الماضيه على تشكيل اللجنه لتضم مجموعه من كبار محبي النادي الاهلي من الخبرات الاقتصاديه المختلفه، بحيث ان يكون في لجنه على اعلى مستوى تتعامل مع الحقيقه المشروعات العملاقه المقبل عليها النادي الاهلي في الفتره المقبله. كان ابرز يعني اعضاء هذه اللجنه هو يعني محب النادي الكبير وعاشق النادي الاهلي الاستاذ ياسين منصور، وهناك مجموعه من الاسماء سوف نعلن عنها الحقيقه خلال ايام بعد ان ينتهي دكتور فاروق العقده من تشكيل كامل اللجنه. كان الكابتن محمود الخطيب وهو يتابع العمل الحقيقه على مدار الساعه في النادي الاهلي منذ يعني اطمئنان على صحته وعودته من المانيا، كل يوم موجود في النادي. الاجتماع الحقيقه كان مطول وعرض فيه الدكتور فاروق العقده رؤيه اللجنه للبحث عن موارد الحقيقة مختلفة وخلاقة من أجل تنمية موارد النادي الأهلي في ظل المشروعات الكبيرة المزمع إنشائها زي ما أنت عارفة يا آية في النادي خلال المرحلة المقبلة. هناك عمل كبير وطموح جدا مقدم عليه مجلس الإدارة في إطار خطة معدة تلفا بدقة متناهية تتضمن تطوير منشآت النادي في فروع الثلاثة وتتضمن إنشاء فرع رابع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الرياضية اللي ان شاء الله المستثمرين العرب هيعلنوا قريبا مع الحكومه المصريه عن مكان انشائها اللي هتضم استاد الحياه على اعلى مستوى وهتقول للنادي الاهلي باذن الله كامله بعد فتره معينه من الزمن للمستثمرين حق الاداره. وبالتالي الحقيقه انه كان في حاله رضا وسعاده سواء من الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي مع رئيس ولجنه الاستثمار وتنميه الموارد الدكتور فاروق العقده والاستاذ ياسين منصور بخصوص الافق والاطر اللي اتكلموا فيها، وبعتقد انه سيكون في اخبار طيبه. دايما كعاده النادي الاهلي يعلن عن الشيء في توقيته ولا يعني يسبق الاحداث ولا يبادر، لانه مجلس الاداره شعاره هو العمل من اجل النادي ولا رد على اي شائعات او محاولات يعني تثبيط الهمم او احباط الجمهور واعضاء النادي. العمل على الارض وده واضح الحقيقه من حجم ما تم من انجاز خلال الشهرين الماضيين اللي هم عمر المجلس او 70 يوم على اقصى تقدير. اتصور ان شاء الله انه الخير قادم، في اخبار طيبه على كل المستويات سيعلن عنها مجلس اداره النادي الاهلي تباعا باذن الله. ان شاء الله. استاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي لمجلس اداره الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. اكد حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالاهلي أن فريقه حقق المطلوب من مباراة الإنتاج الحربي ولديه تطلع كبير لاستمرار سلسلة الانتصارات أمام الداخلية في المباراة المقبلة لاتخاذ خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري. وحرص البدري على توجيه الشكر للاعبي الفريق عقب الفوز بهدفين مقابل هدف، موضحا أن المباراة شهدت إثارة فنية خاصة بعد تعادل الإنتاج من ركلة جزاء قبل أن يسجل الأهلي هدف الفوز قبل نهاية المباراة. ونتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال عقب فوز الأهلي على الإنتاج.
فاكيد فوز برضه مهم وثلاث نقاط مهمين. وفي نفس الوقت بقول يمكن طبعا لعبنا ضد فريق النهارده فرقه الانتاج من الفرق طبعا الجيده، وفي نفس الوقت يمكن كان في نديه في الاداء شويه النهارده، وبالذات في الشوط الاول ومحاولات وبعض الفرص اللي ضاعت مننا اللي ساعدت النديه ان هي تستمر. وفي نفس الوقت ضربه الجزاء ودخول الانتاج تاني زودت النديه طبعا شويه، لكن اعتقد ان الافضليه بشكل كبير طبعا وفرق كبير لمصلحتنا، لكن يمكن الفرص اللي اتخلقت ما برضه ما قدرناش نستثمرها بشكل كويس، وكان في بعض الفرص كان فيها عدم توفيق زي كره اجاي اللي ضاعت، لكن هي دي كره القدم. وفي نفس الوقت في النهايه بيبقى عندك اصرار وبتكسب. فبشكر اللاعبين على الفوز النهارده على الثلاث نقاط، وفي نفس الوقت بحيي فريق الانتاج على ادائها. الحمد لله طبعا. يمكن انا لما كنت معاك الاسبوع اللي فات واحنا بنلعب النصر وقلت لك احنا يعني داخلين على مباراه انا عارف انها بتبقى في منتهى الحماس والنديه، ومعاهم جهاز فني على اعلى مستوى كابتن مختار وهم على مستوى تنظيمي عاليين جدا، وقلت لك هم يعني بيطلعوا ككتله واحده وبيرجعوا ككتله واحده، فيعني مش سهل ابدا التغلب عليهم، لكن الحمد لله رب العالمين. يمكن جبنا جون في الاول وبعد كده اتحسب عليها ضربه جزاء، وبعدين قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نرجع بجول لاجاي. ضيعنا عده فرص وده حال كره القدم، لكن الحمد لله على كل شيء ماشيين في طريقنا، وعارفين ان عندنا خطوات عايزين نعملها وعايزين نحققها، وبنلعب كره للهدف الاكبر اللي هو الدوري، وبنلعب كره للكوره كمان، ده مهم قوي. يعني الجديه والالتزام والروح العاليه واصرارك على المكسب مهما كانت المباراه والمنافس اللي قدامك، ده شيء ايجابي في عالم كره القدم. يعني مكسب مهم الحمد لله الفتره الاخيره ماشيين بشكل كويس، ده استمرار المكاسب والاداء الجيد. النهارده مباراه كانت صعبه شويه، يمكن الجول الاولاني بعد ما جبناه يمكن ضربه الجزاء ما جت بسرعه هي دي اللي اثرت شويه، انما الحمد لله اللعيبه قدرت ترجع، والشوط الثاني كان افضل شويه وجات لنا فرص كثيره. يعني مباراه كانت مهمه بالنسبه لنا نحمد ربنا عليها، عندنا مباراه ثانيه بعد اربع ايام، كل ما بتقرب من البطوله او بتقرب من حسم البطوله شيء كويس بالنسبه لك. الحمد لله ماشيين في الطريق اللي احنا محددينه وفي توفيق كبير جدا بنحمد ربنا عليه. عندك هدف مهم جدا هو المكسب في كل المباريات اللي بتلعبها، حتى التغييرات كلها هجوميه بتحاول تعمل زياده عدديه قدام، وده اللي بيحصل الحمد لله، ومعظم اللعيبه اللي بتنزل بتأدي بشكل جيد وبتزودنا بشكل كبير جدا. يعني تأكد غياب احمد حمودي لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عن مواجهه الداخليه المقبله في الدوري والمحدد لها الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 27. وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن الفحوصات التي أجراها اللاعب أكدت إصابته بالتواء في الأنكل، ولكن نتيجة الأشعة التي أجراها ستحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب تأكد غيابه بشكل مبدئي عن لقاء الداخلية المقبل، فيما سيتحدد اليوم موقفه من التدريبات الجماعية. تأكد أيضا غياب عبد الله سعيد نجم الفريق عن مباراة الداخلية، حيث يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية. ويحتاج سعيد إلى أسبوع للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق وفقا لتقديرات الجهاز الطبي. وظهر سعيد في ملعب التتش أمس، حيث بدأ أولى خطوات العودة من خلال الجري حول الملعب، وأدى تدريبات خفيفة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. الله 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 عليك يا ابو تريكه، ثلاث فاست استعباط.
الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين بالمرة في الدقيقة 94. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة داخلية في الأسبوع 27 لبطولة الدوري. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قد رفض منح اللاعبين راحة عقب الفوز على الإنتاج أمس. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. يا كريم أهلا بيك. اهلا بك يا ايه وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه عايزين نعرف كواليس تدريبات النهارده. يمكن بناكد طبعا زي ما انت قلتي بدون راحه النادي الاهلي والكابتن حسام البدري بيستعد بكل قوه لمواجهه الداخليه رغم مباراه الامس اللي كان فيها بعض الاحتكاكات القويه للاعبين ادت طبعا لبعض الاصابات وبعض الكلمات للاعبين، لكن الكابتن حسام البدري ضغط المباريات كان في تفضيل النهارده يكون في تدريب استشفائي لكل اللاعبين اللي شاركوا في المباراه ويكون في جرعه تدريبيه كامله كالعاده لباقي اللاعبين. النهارده كابتن حسام اجتمع باللاعبين في ملعب المباراه اشاد بالاصرار الكبير في مباراه امس رغم زي ما قلنا التدخلات الكبيره وبعض الاخطاء التحكيميه اللي كانت فيها بعض التاثير على المباراه، لكن كان في اشاده كبيره من الكابتن حسام البدري على اصرار اللاعبين وعلى التركيز خلال المباراه وخلال المباريات القادمه. وبدا المران كالعاده التدريب الاستشفائي للاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس وتدريب كامل تحت اشراف الكابتن احمد ايوب والكابتن سيد معوض والكابتن حسام البدري لباقي اللاعبين. تخلل التدريب بعض التدريبات بالكره رفع معدلات اللياقه البدنيه، ايضا كمان بعض التدريبات للعيبه طبعا زي مروان محسن النهارده كان في فقره تدريبيه خاصه ليه بعض الكرات العرضيه في محاوله من الكابتن حسام البدري والجهاز الفني لتاهيل مروان بشكل افضل. بيحاولوا ان هم يعملوا تدريبات خاصه مع الفريق مع التدريب الجماعي وبجانب كمان التدريب الجماعي. الامور يمكن ماشيه بشكل طيب بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، كل اللعيبه بتحاول ان هي تادي بشكل مميز يعني ان هو ياخدوا فرصه خلال المباريات القادمه. ويمكن النادي الاهلي بياخدوا خطوات ثابته زي ما بنقول اداء ونتيجه مع كابتن حسام البدري خلال المباريات الماضيه، وبنتمنى له اكيد خلال المباريات القادمه يكون هذا الاداء المميز والنتائج المميزه تكون هي سمه لاعبي النادي الاهلي. واختتم الكابتن حسام البدري تدريب اليوم بتقسيمه للاعبين اللي ما بيشاركوش في المباريات خلال الفتره الماضيه، كان فيها بعض التعليمات يمكن اوقف التقسيمه اكثر من مره الكابتن حسام لشرح بعض الجمل التكتيكيه اللي بيحاول ان هو يطبقها في التدريبات، وفي تركيز كبير جدا من كل لاعبي النادي الاهلي واللي احنا بنشوفه وبيلفت نظرنا من خلال متابعتنا للتدريب. كريم طمنا عن حالة المصابين وخاصة حمودي وعبد الله السعيد. بالنسبه طبعا للمصابين تاكيد غياب احمد حمودي النهارده كان في اشعه صباحا اتعملت لاحمد حمودي بعد الكدمه القويه اللي اتعرض ليها في مباراه الامس، التواء قوي جدا في الكاحل لاحمد حمودي على اثره طبعا هيغيب عن مباراه الداخليه واحتمال يغيب يمكن بعض الوقت خلال الفتره القادمه لان كانت كدمه قويه جدا لحمودي زي طبعا ما كل جمهور النادي الاهلي شافها ومش كل الناس شافتها، لكن كان تاثيرها كان قوي جدا بعديها. لكن اكد لنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود ان شاء الله خلال الاسبوع القادم يكون في بعض الجلسات الالتراسونيك والليزر بالنسبه لاحمد حمودي. فقدانه طبعا يمكن هو كان غير محظوظ، ادى اداء رائع في مباراه الانتاج واحرز هدف مميز جدا، لكن بنتمنى له الشفاء العاجل. عبد الله السعيد النهارده كان بيؤدي بعض التدريبات التاهيليه شفناها النهارده بيجري في الملعب واجتمع بيها الكابتن حسام البدري دقائق معدوده في الملعب للاطمئنان على حالته ان الفتره اللي جايه يشوف حالته وصلت لايه بالنسبه للجهاز الطبي للنادي الاهلي وحالته كمان البدنيه. وعبد الله في المراحل المتقدمه غيابه عن مباراه الداخليه ان شاء الله بعد مباراه الداخليه يكون جاهز بشكل كبير للنادي الاهلي. سعد سمير ايضا كمان اللي بينضم الى اللاعبين اللي ما شاركوش في التدريب الجماعي ادى بعض التدريبات في الجيم بجانب باسم علي يمكن زي ما احنا عارفين عنده اصابه في العضله الاماميه، لكن جاله كمان نزله برد شديده ادت ان هو يبقى عنده التهاب رئوي. ايضا كمان باسم علي مش موجود في التدريب الجماعي او غير موجود كمان في المباريات القادمه، لكن باقي اللاعبين بشكل طيب. النهارده شفنا احمد حمدي اللي بيعود من فتره طويله جدا بعد غياب، يمكن احمد حمدي كان عنده اصابه في العضله الخلفيه تخلص منها والنهارده شارك في التدريبات الجماعيه. بنتمنى بشكل عام يعني ان شاء الله الاصابات تبعد عن طريق النادي الاهلي وتكون الفتره القادمه كل لعيبه النادي جاهزه لعيبه النادي الاهلي جاهزه للمشاركه في المباريات القادمه. نتمنى لهم طبعا كل توفيق في المباراه القادمه. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. والان فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضيه، ابقوا معنا.